ولكن خلونا نتكلم عن قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب اللي صارت مبارح، وهالإيفنت يعتبر التجمع الأكبر من نوعه في الوطن العربي للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. عدد كبير من المشاهير حضروا، لكن الأهم كان حضور الملكة رانيا بهالقمة، وقدمت خطاب تكلمت فيه عن رأيها الشخصي بالسوشيال ميديا وتأثيرها على وقتنا، وتم تكريمها باختيارها شخصية العام. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتح القمة ورحب بالملكة رانيا، ومن بعدها توجهت للمسرح لإلقاء كلمتها. سعيدة بوجودي معكم في دبي التي تذهل العالم دائما بتجاوز الواقع والقصد لبناء المستقبل. بهالكلمات بدأت الملكة رانيا خطابها، وأما كلامها عن السوشيال ميديا فكانت محددة وقتها. وبهال 11 دقيقة تحدثت عن رحلتها مع السوشيال ميديا بسبيتش مؤثر، لكن بعد دقائق ما زحتهم قبل ما تقدم دراسة عن الذاكرة والتركيز. مستمرين معي؟ لأن دراسة من مايكروسوفت عام 2015 بينت أن قدرتنا على التركيز تراجعت إلى 8 ثواني فقط بسبب التكنولوجيا العصر، يعني أقل من ذاكرة السابقة. وكلماتها تضمنت نصائح للحضور في استخدام هالمنصة. الحقيقة بسهل، أنفقوا من وقتكم الثمين في سبيل الله، ستمر عليكم صور تحمل لكم رسالة، لا تدعوا صرخة من فيها تفوتكم، أشعر معكم. وهالبساطة بالكلام شفناها أيضا بالستايل اللي أطلت فيه الملكة، فلبست فستان طويل باللون الأسود مع بلت، وقبل ما تنهي كلامها كان عندها رسالة أخيرة للحاضرين. على استغلال وقتكم في كسر الحواجز وفتح بوابات الله، وبنفس الأهمية كونوا طيبين مع بعض. وأبسط تغيير تعبير عن إنسانيتنا هي الكلمة الحلوة. وبهالحدث اجتمعت الملكة بعدد من أهم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتكلموا عن تأثير السوشيال ميديا، ومن بعد ما أخذ الكثار الصور مع الملكة كان نيشان ضايع وبيدور على شيء جدا مهم. نيشان عم بيدور على عندك الميموزيل عندك الله اي بليز بس كرمال يبعت لي سيلفي اللي انا صورني صار صوره انا عم بتصور مع الملكة. ف حلو، بتعرف شو حبيت فيها للملكة؟ حبيت فيها أول شيء الإيجاز، ثاني شيء الإجادة بالإيجاز. ومن بعد تسليم الملكة رانيا جائزتها التكريمية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كرمت القمة مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم هدى قطان عن فئة ريادة الأعمال للأفراد، ونادين نسيب جيم اللي أخذت جائزة عن فئة الثقافة والفنون للأفراد. ونادين كان لها جلسة حوارية جاوبت فيها على أسئلة نيشان اللي أيضا نقل الحوار على السوشيال ميديا، وطلب منها إنها توجه رسالة لكل متابعينها على إنستغرام. هو يعني شبكة كتير أساسية ومهمة، بس أهم من هيك هو الكلمة اللي عم تطلع منها أنها تكون كلمة لتبني مش لتدمر. هل ممكن نعمل قانون لأن كأشخاص مثلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحكمنا ويحكم أيضا التعليقات والناس؟ صار بده، يعني صار بده تنظيم. هلأ في شيء نحن بلبنان اسمه جريمة معلوماتية، إذا حدا كتير أذاك فيك توصل أنك تتشكى عليه وهيك، بس بحس أنه يكون في قانون بينظم الاشياء احلى، وبيصير التواصل الاجتماعي هادف بشكل ايجابي اكثر. وشكله الكل بالقمه كان بيلمح لضروره وجود قانون بيحمي المتواجدين على السوشيال ميديا، وهو قانون الجرائم الالكترونيه اللي بيطبقه عدد من الدول العربيه مثل السعوديه والامارات، والدول الاجنبيه مثل امريكا ودول اوروبا. وكملت الجلسات مع محمد هنيدي اللي بنشوفه جدا ايجابي على حساباته بالسوشيال ميديا، وهالشيء خلاه يفوز بجائزه الجمهور. كل الوقت الواحد في مجاله وهو الفن خلال التمثيل، فلقيت منصة جديدة خالص بروح جديدة بتفاعل سريع جدا مباشر مع الجمهور، بيفكرني بالمسرح اللي بيتقال بيوصل في ثانية، بيحصل ردود أفعال طول الوقت، وأنا أساسا بحب المسرح. وكان ملفت إن هنيدي كان جدي خلال هالحوار ووجه رسالة من خلاله للحاضرين. أنا بشكرهم إن هم موجودين، وشرف لي إن أنا بتكرم في وسطهم، واللي مش موجودين منهم بقول لهم بحبكم جدا، ومش انا بس يعني اي فنان اذا كان بيشتغل او بيتعب في النهايه اجره الحقيقي هو حب الناس.
ولكن الشخصية الجدية ما كملت بعد ما نزل على المسرح، خاصة لما الكل تجمع حوله عشان ياخذوا معه سيلفي، وصبحي كان موجود بهاللحظة. أحبك أقسم بالله أحبك والله أموت فيك. والله أحبك والله أحبك يا حبيبي يا محمد يا عمر. حبيبي بس هنيدي مرحبا. مرحبا. عم بسأل إذا فينا نعمل قواعد أو قانون لمواقع التواصل الاجتماعي لحتى نقلل من الكومنت السيئة أو السلبية. والله يعني يا ريت، أنا أطالب بكده بس شايف إنه صعب شوية. ليش؟ بس يا والله مش عارف، يعني لو عرفنا ليش هنعرف نعملها، خدت بالك؟ بس أنا أتمنى ذلك، أتمنى. كيف بترد على مثلا التعليقات السلبية إذا أجتك؟ ما بردش عليها، يعني التعليقات البذيئة وكل الحاجات السلبية كفانا سلبية بقى الحقيقة.